خطير المنتخب الجزائري على مستوى الكرة الثابتة منذ قليل الركنية والصعود لإسلام السليماني. نتابع المخالفة المباشرة. كرة على مستوى القائم الأول ياسين كادامورو. الياسين كادامورو هو اللي يلمس الكرة الأخيرة المدافع المحوري للمنتخب الجزائري. إذن هدف مقابل صفر. وقف دفاع المنتخب الوطني التونسي والياسين كادامورو اللي خذا مكان سعيد بالكلام في محور دفاع المنتخب الوطني التونسي. قلت خطير الهجوم الأخير للمنتخب الجزائري. الكرة الثابتة الأخيرة ياسين إبراهيمي الياسين كادامورو وأحداث الفارق في الدقائق الأخيرة للشوط الأول لتشكيلة المدرب كريستيان غوركوف. واضح كانت تنبأ المخالفات والمحاولات للمنتخب الجزائري بأهداف. وياسين إبراهيمي الصعود لياسين كادامورو والهدف الأول لتشكيلة الفرنسي كريستيان غوركوف. نتابع الدقائق الأخيرة الشيقة هنا في رادس والمخالفة لصالح المنتخب التونسي. ينجم وهبي الخزري أو علي معلول يسجلوا هدف التعادل لعناصرنا الوطنية. المحاولة والهدف قلت ناجم وهبي الخزري وهو اللي يسجل. يأكد كلامي وهبي الخزري يسجل هدف التعادل للمنتخب الوطني التونسي. كورتو هذيك ما فيش كلام في زاوية صعبة على الحارس رئيس المبولحي. هاو معناها نتيجة التسييم عبر الكرات الثابتة. واضح وهبي الخزري التعديل للمنتخب الوطني التونسي الصنعة. الحنكة الميتيه كما يقال لوهبي الخزري. بهذه الوضعية سجل هدفين أمام المنتخب البوتسواني وكذلك المنتخب المصري وتجاوز مهارة حارس ممتاز حارس متألق في كأس العالم ريس المبولحي الحارس الرحالة في تصفيات كأس أفريقيا الأخيرة.